لقد كان الاقتصاد الجزائري دوما اقتصادا مبنيا على ريع المحروقات. كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية؟ وما هي الحلول الاقتصادية والمالية التي تعتزمون وضعها حيز التنفيذ لتحرير الاقتصاد من هذه التبعية؟ تفضل. شكرا لكم. لقد دفع الاقتصاد الجزائري فاتورة التجارب المتعددة، كان دائما مخبر تجارب، وبالتالي فإننا دائما نجد أنفسنا أمام فشل متكرر. الاقتصاد الوطني اليوم بحاجة إلى مراجعة حقيقية، مراجعة هيكلية، ومراجعة على مستوى منظومة القوانين التي تحكم هذا الاقتصاد. الجزائر بلد يتوفر على مقدرات هائلة، بإمكاننا في خلال بين 5 إلى 7 سنوات نصل إلى مصاف الدول الصاعدة، الدول التي تكون في المستوى الثاني من الدول الأكثر نمواً. هذه ممكنة. الإمكانية كيف؟ نحن رأينا في برنامجنا، وهذا ما ألتزم به، الشيء الأول هو أننا سنضع مؤسسة كبرى للاقتصاد، مؤسسة مشكلة من 4 دوائر اقتصادية، يعني المالية، الاستشراف، التجارة، والاقتصاد. فإننا بهذا نكون قد عملنا على تنسيق كل المنظومة الاقتصادية، نعمل على مراجعة كل المنظومة القانونية وإضفاء المرونة على الاستثمار، لأن إسقاط القاعدة 51-49 ستمكن الاقتصاد الوطني من أن يحقق إقلاع مهم في مجال الاستثمارات بالنسبة للداخل كما في الخارج، الذين حملوا أمتعتهم ورحلوا بسبب التعقيدات التي أوجدتها منظومة اقتصادية فاشلة. يجب أن نمكن المؤسسات الاقتصادية من أن تقلع من جديد من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة. يمكننا أيضا من خلال المشروع الذي تقدمت به، وهو حلم الصحراء، وحلم كبير يمكن أن يحول الصحراء إلى طاقة اقتصادية كبيرة لصالح الجزائريين جميعا. انتهى الوقت المحدد، ونتعمد دائما بطرح نفس الصيغة من حيث القراءة، من حيث الشكل والمضمون، حتى نضفي المساواة والحياد بين كل المترشحين على وجه السواء. نفس السؤال يطرح للمترشح عبد القادر بن جرينا. لقد كان الاقتصاد الجزائري دوما اقتصادا مبنيا على ريع المحروقات. كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية؟ وما هي الحلول الاقتصادية والمالية التي تعتزمون وضعها حيز التنفيذ لتحرير الاقتصاد من هذه التبعية؟ أشكرك سيدي. دائما اقتصاد الريع إذا اقترن بحكم الفرد تولد الاستبداد، وتولد تحطيم المؤسسات وتصبح مؤسسات هامشية، وتبنى إمبراطوريات مالية لفاسدين يتحكمون في القرار السيادي وتهجر الأدمغة. احنا جينا باش إذا كان الشعب اختارني باش نكون خادم ليه، باش نعاود نبني مؤسسات حقيقية، ونبني حكم ليس حكم فرد وإنما حكم الشعب، دولة قانون تحت رقابة الشعب، وباقتصاد متنوع يعتمد على التصدير ولا يعتمد على الاستيراد كما هو موجود في حكم الفرد والاستبداد. وتكلمت عن 4 أركان أساسية. الركن الأول استثمار في رأس المال البشري، تربية، تعليم، تكوين، صحة. بدون استثمار في رأس المال البشري لا يمكن لأي اقتصاد أن يقلع مهما كانت. رقم 2 تأسيس المؤسسات التي تسمى اقتصاديا بالمؤسسات المرنة، وهي التي تخلق الثروة، وليست المؤسسات اللي تخدم طروطوارات وتسبغ الشوارع وتدير وتاكل الثروة، وليست المؤسسات التي تضخم الفواتير أو تستورد من الخارج، وإنما المؤسسة الوطنية التي تستجيب لطلب السوق. والركيزة الثالثة هي الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مهمة في الجزائر تنتج تدعم النمو. والركيزة الرابعة هي تحسين بيئة الاستثمار. هذه هي الركائز الأساسية ل إقلاع اقتصادي تنموي مندمج حقيقة، بعيدا عن اقتصاد الريع، ولا سيما تضيف لها وجود الطاقة، ما تعلق بالطاقات الجديدة لا سيما الطاقة الحرارية والطاقة الرياح. نعم. السؤال موجه في صيغته أو في نفس الصيغة إلى المترشح عبد العزيز بلعيد.
لقد كان الاقتصاد الجزائري دوما اقتصادا مبنيا على ريح المحروقات، كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية وما الحلول الاقتصادية والمالية التي تعتزمون وضعها أو وضعها حيز التنفيذ لتحرير الاقتصاد من هذه التبعية؟ أولا لابد من تحرير الاقتصاد الوطني، تحرير الاقتصاد الوطني من التسيير الإداري والبيروقراطي اللي عرفته الجزائر، وهذا اللي تسلط على العمل الاقتصادي واللي كسر العمل الاقتصادي. في البرنامج تاعي كاين ثلاث حوايج اللي نأسس عليهم. أول شيء هو الطاقة البشرية. الطاقة البشرية يعني الذكاء الجماعي والفردي نتاع الجزائريين والجزائريات. ثانيا هو الأموال، هذه الأموال اللي تجي من الخاص وأيضا تجي من البنوك وتجي أيضا من الاستثمار الأجنبي. ثالث شيء هو التسيير والتنظيم تاع الموارد اللي عندنا في الجزائر. في الاقتصاد الوطني الأموال اللي راهي موجودة في الاقتصاد الموازي أكثر، هذا حسب الاختصاصيين 52 مليار دولار موجود في الاقتصاد الموازي. لابد أن نخليوا ثقة بيننا وبين الجزائريين اللي عندهم هذه الأموال، نفتح لهم الأبواب. كيف نفتح لهم الأبواب؟ أولا نحيو لهم الجباية، وفقط عندنا شرط أن هذه الأموال ما تجيش أموال تاع جرائم، ونفتح لهم الابواب انهم يستثمروا، ونديروا خريطه وطنيه اللي هذه الخريطه الوطنيه كيفيه الاستثمار تاع هذه الاموال ونوجهها. شيء اخر هو الجبايه، الجبايه اليوم التحصيل الجبائي يعني فقط 35% هذا بالنسبه للعام، واقل من 20% بالنسبه للمؤسسات الوطنيه. لابد ان يكون تحصيل جبائي بتقنيه جديده في الجبايه نتاعنا، في التحصيل الجبائي، وايضا توسيع الوعاء الجبائي باش نخليو الناس نهبطوا من الجبايه ولكن نوسعوا الوعاء الجبائي باش نخليو الناس تشتغل. ثالث شيء باش نخليو الاقتصاد تاعنا ينطلق انه نشكل لجنه وطنيه، وهذا في البرنامج نتاعي، هذه اللي تشرف على كل الاراضي المخصصه للصناعه اللي تخلي هذه الاراضي حقا تمشي للناس المستثمرين مش الناس الجزائريين. انتهى الوقت المحدد. ونفس السؤال إلى المترشح عبد المجيد تبون. لقد كان الاقتصاد الجزائري دوما اقتصادا مبنيا على ريح المحروقات، كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية وما هي الحلول الاقتصادية والمالية التي تعتزمون وضعها حيز التنفيذ لتحرير الاقتصاد من هذه التبعية؟ أنا أنطلق من إعادة بناء اقتصاد، وأقول وأكرر ما عدناش اقتصاد. الاقتصاد نتاعنا اون ايكونومي سو ديفلوبي، ما تنتج، ماشيين بالسيكادي اسكادي، ولحد الان في العاصمه ما زالت الناس في 2019 تجري على ساشي حليب اللي هو الغبره مخلطه مع ما. وين راه الانتاج؟ وين راه الريع هذا نتاع البترول اللي يتوزع؟ ما عندناش ضوابط. إليا لا كوموند بيبليك، الاقتصاد ماشي بلا كوموند بيبليك. ندير معك صفقة، ندير مع الآخر صفقة، ومع الآخر صفقة، وأموال تتداول. 89% تاع الأموال اللي تتداول في السوق كلها نتاع بنوك عمومية، أموال عمومية نتاع البترول. الفلاحة نتاعنا راها تنتج، راها تكفي نوعا ما الاستهلاك نتاعنا، ما تصدرش، ما فيش سياسة نتاع تحويل المنتوج الفلاحي نتاعنا وخلق الثروة وخلق بلو فالو وخلق مناصب شغل. بالنسبة للصناعة لحد الآن جيب دي ليغو وركب، ركب الكونجيلاتور، ركب الريفريجيلاتور، ركب السيارة، ركب كذا، بدون ما تخلق ثروة حقيقية ولا تخلق مناصب شغل. إذا نعاود نخلق أنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الكناس لازم يعاود يرجع لمكانته، وبالاقتصاديين الأخصائيين تاع الاقتصاد، ونعاود نبني اقتصاد على أسس اقتصاد ليبرالي بتكفل اجتماعي إلى أقصى حد. الاقتصاد نتاعنا اليوم الدخل هو البترول، والمصاريف هي لا كوموند بيبليك. وشكرا. نعم. إلى المترشح علي بن فليس. لقد كان الاقتصاد الجزائري اقتصادا دوما مبنيا على ريح المحروقات، كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية وما هي الحلول الاقتصادية والمالية
التي تعتزمون وضعها حيز التنفيذ لتحرير الاقتصاد من هذه التبعية؟ أنا عندي مشروع الاقتصاد يسميوه اقتصاد سوق اجتماعي، وهذا اقترحته على الشعب الجزائري في 2004. اقتصاد سوق هي حرية المبادرة، واجتماعي هي توزيع عادل للثروة الوطنية. ما يقدرش ينجح الاقتصاد الجزائري إذا ما درناش مناخ نتاع أعمال نقي وطاهر ونظيف، وهذا لا يتأتى إلا برقمنة الاقتصاد، النوميريزاسيون دو ليكونومي. إذا بغينا نقدروا نقضيو على الفساد، وعلى الفساد في اللي واقع في التجارة الخارجية، 30% فساد في التجارة الخارجية بفوترة غير حقيقية. إذا بغينا باش الضرائب تدخل بصفة طبيعية، نرقم اقتصادنا وهكذا تنقص هذه التهربات الجبائية والتهربات من الفعل الحقيقي الاقتصادي. ولهذا الغرض أنا في البرنامج تاعي تجدون وزارة جديدة تسمى وزارة رقمنة الاقتصاد، بالرقمنة نعرف ماذا يجري في عروق اقتصادنا، ونفتح الباب في الفلاحة في الصناعة في السكن في كل شيء بالرقمنة، يعود كل شيء ظاهر. العدالة على بالها واش كاين، الضرائب على بالها واش كاين، الأدوان على بالها واش كاين، الولايات على بالها واش كاينين. هذا هو التوضيح الأساسي، وبالتالي يكون الاستثمار الداخلي، يكون الاستثمار الخارجي، تكون التنمية، تكون المحاصيل تدخل في الميزانية نتاع الدولة. وأتعهد أمام الشعب الجزائري أنني أخفض الميزانية نتاع التسيير لو بيجي دو فونكسيونمون 20%. هذه الحفلات وهذه السيارات وهذه المصاريف وهذا التبذير، هذا كله يسقط وتقوى المداخيل والاقتصاد ينطلق وينتعش، وهذا جزء من البرنامج وهو مفصل مكتوب. نعم، انتهى الوقت المحدد.